أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائما في السلسلة الرمضانية أحداث غيرت مجرى التاريخ، ومع الدرس 27 قلنا كان لابد للهجوم على الإسلام واستباحة أراضيه ودماء أبنائه ومحاربة عقيدته، لابد أن يدبر لحادث عظيم يؤلب العالم ضد الإسلام. وكانت كما قلت ما يسمى بحدث 11 سبتمبر، والتي شن خلالها الغرب في أكبر تكتل وحلف عالمي لمحاربة الإسلام تحت يافطة الإرهاب، بحيث هاجم أفغانستان ولا زالت لحد الآن تعيش تحت تأثير هذا الهجوم الغادر، ثم أسقطت العراق. ولماذا بالضبط سقوط بغداد؟ إن الصهاينة يقولون إن استمرار إسرائيل لابد أن يمر عن طريق إسقاط بغداد. كل الساسة الإسرائيليين والقادة العسكريين كانوا يصرون على إسقاط بغداد، لأن بغداد كان النظام العربي الوحيد الذي عرب الحياة، والذي أمم كل خيراته على رأس البترول، والذي فتح أسواقه للعالم العربي، والذي كان صدا منيعا في وجه الشيعة، في وجه ما يسمى بترويج الشيعة وإشاعتها في العالم الإسلامي كما يحدث اليوم. أحكي لكم إن شاء الله تعالى على هذه المسألة مهمة في التاريخ. أن كولين باول كان وزير خارجية بوش في الولاية الأولى لبوش، وحينما جاء إلى الأمم المتحدة وعرض بعض الصور يدلي فيها ببعض الأكاذيب، منها أن هنالك أسلحة دمار شمال في العراق، دمار شامل في العراق، وقد أثبتت الحقائق والواقع كذب هذا الأمر. بعد ذلك قيل لكولين باول بعد أن غزي العراق: لماذا غزوتم العراق بدعوى أنه يمتلك أسلحة دمار شامل وهو لا يمتلك حقا، وتركتم كوريا الشمالية التي تمتلك حقا أسلحة دمار شامل يمكن أن تصل إلى واشنطن نيويورك؟ اسمعوا لهذه الإجابة العجيبة. قال لأربعة أشياء، لأربعة أمور. أما الأمر الأول، هناك ما يسمى بالبترول، والبترول ينبغي ألا يسقط تحت يدي من يستعمله في خدمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن هنالك حركة إسلامية مناهضة للمشروع الصهيوني الصليبي، فلا يمكن أن نترك العراق لهذه الفئة التي تضاد مشروعنا. والثالث، هنالك إسرائيل لا ينبغي أن تهدد، ولا ينبغي أن يهددها الإسلاميون أو أي نظام يمكن أن يكون ضد هذا المشروع كنظام صدام رغم اختلافنا معه. والرابع، المشكلة واسمها، أن كل الدول العربية متحمسة لهذا العمل، فقد أعطتنا البحر وأعطتنا البر وأعطتنا التمويل كل ذلك، فلماذا لا نقوم بهذا العمل ونستغل هذه الفرصة المواتية التي لا يمكن أن تحدث في أي بقعة من أما كوريا الشمالية فالكل بجوارها يمنع ذلك. إذن الآن فين غادي الحدث؟ فين غادي بعد سقوط بغداد؟ فين تصفية قضية فلسطين؟ مسألة معروفة الآن، شرط العالم كله يقف إلى جانب الغرب وإلى جانب إسرائيل. بقيت تصفية قضية فلسطين. ما معنى تصفية قضية فلسطين؟ القضاء على المقاومة، لأن جزء من هؤلاء الذين يسمون فلسطينيين السلطة عن طريق ما يسمى بما تمخضت عنه اجتماعات أوسلو، هؤلاء يلصقون أمين مع إسرائيل ويعملون مع إسرائيل للقضاء على ما يسمى بحركة المقاومة الإسلامية حماس والحركات المقاومة التي لا تعترف بإسرائيل ولا تعترف بشروط الرباعية. تعرف شكون هي الرباعية التي بيدها ملف فلسطين الآن؟ شكون هي؟ روسيا وأمريكا وأوروبا والأمم. أين العربين المسلمين؟ ما موجودوش. ومن هو السفير الذي يقوم به تنفيذ هذه الأمور؟ هو شكون؟ بلير، توني بلير، الوزير السابق الأول تاع بريطانيا
الذي شن الحرب على العراق هو الذي يأخذ هذا الملف. وأين العرب؟ العرب سلموا له. ما معنى سلموا؟ أي استسلم العرب. شكون هو اللي بقي الآن؟ بقي غير الحركة المقاومة الإسلامية. يعني واش خصهم يديروا بعد سقوط بغداد؟ واش هي؟ هي القضاء على المقاومة. هم جادين أن يقضوا عليها إعلاميا سياسيا اقتصاديا، ويحاصرونها، بل وأكثر من ذلك أرادوا أن يفصلوها عن حاضنتها الشعبية، عن شعب غزة. الله أكبر، الله أكبر. فشنت معارك، حروب ثلاثة طاحنة بعد استقلال ما يسمى بغزة، وخروج شارون، خروج أحادي من غزة، لما أذاقته الحركة الإسلامية والمقاومة، أذاقته الولاة والأمرين، وخرج ذليلا بدون شروط. فلما استقلت غزة بدون شروط كان لابد من القضاء عليها، فحوصرت لمدة 10 سنوات، وشنت عليها 3 حروب متتالية. قذفت من خلالها إسرائيل أخطر الأسلحة، بل جربت أسلحة جديدة من أجل أن تستسلم، وكان القصد هو قتل المدنيين. لماذا المدنيين؟ لحرمان المقاومة من حاضنتها الشعبية، حتى يتمرد هؤلاء على المقاومة ويقولوا لم تجني لنا المقاومة إلا المرارة والحصاد المر والقتل في الأولاد وهدم البيوت. فعلت العجيب في هذه المعارك الثلاثة، هدمت المساجد، قصفت مدرسة الأنوروا، فعلت الغرائب، قتلت الأطفال، النساء، كل ذلك بتآمر دولي وصمت إقليمي. بل سأل الله العفو والعافية، وتعاون، خيانة. فكانت حرب 2008 الفرقان، فلم تستطع أن تقضي على المقاومة. 2010 وهي ما يسمى بحجارة من سجيل. 2012 نعصف المأكول. ورأينا سبحان الله آيات الله، كما قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. هذه مش مثليهم، اليهود معهم العالم كله، وهذه الأرض منبسطة، محاصرة من قبل مصر، محاصرة من قبل البحر، محاصرة من قبل سيناء، ومع ذلك حققت المعجزة. وإذا بالمقاومة هي التي تفرض شروطها لأول مرة، وهي التي توقف الحركة الاقتصادية في فلسطين 48، فيضرب مطار بن غوريون وتتوقف الحركة الجوية، ويضرب مطار ميناء حيفا على البحر وتتوقف الملاحة البحرية، وتصبح إسرائيل التي تصرخ. نتنياهو يصرخ، يصرخ يا عرب، يا عرب يصرخ، لقد رفعت هاماتنا إلى أعلى السماء، إنها حركة مقاومة، وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال وأين يكونون؟ قال في مسجد الأقصى وعند أكناف بيت المقدس. نرى هل استطاعت إذن العالم كله أن يقضي على المقاومة في فلسطين؟ لم يستطع، وهي جولات. وصلى الله على حبيبنا محمد.